EFM. EFM مع الناس. جيهان بن عبد الله. صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، اهلا وسهلا في حلقه جديده، بدايه اسبوع موفقه وناجحه لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نبداو معاكم الجمعه بمواضيع جديده جينا من عند التوينسا، اخباركم وين ما كنت موجوده تهمنا، هذيك علاش نطلبوا منكم وانكم تتواصلوا معنا على 58 550 707. كلمونا باش تواصلوا اخباركم، مشاكلكم، مشاغلكم، وصلوا اصواتكم عن طريقكم، عن طريقنا نحن. وسيمة صافي في الاعداد، نور في إخراج، إيمان على EFM TV، معكم جيهان بن عبدالله، وهذه حلقة اليوم الاثنين 30 جانفي. EFM مع الناس. أكثر من 7 حوادث في ليلة واحدة قدام مطار الحجاج، نرجع الموضوع هذا بعد شوية. طفلة تتعرض لمعاملة قاسية ولا أخلاقية، هذا صاير في باردو. وفي الختام نرجع بكم لدوار هيشر مع حق الرد بخصوص رواية العائلة اللي قالت إنها تعرضت لهجوم بسلاح أبيض. EFM مع الناس. في البداية من العاصمة، حاجة غريبة وإنه الحقيقة تعودنا بالحوادث ولكن مش بالطريقة هذه. نحكيه على مفترق مطار الحجاج اللي في ليلة واحدة يتسبب في أكثر من 7 حوادث خطيرة، هذا اللي تم اكتشافه بعد ما تعرضت المواطنة أنس خلفت الأكسيدون قاتل، ولكن من أنطاف الله إنها لباس. وباش تحكينا على مفترق الرعب وعليش صاروا هالحوادث هذوما الكل في فترة قصيرة، في فترة وجيزة. أنس معانا مباشرة لأكثر تفاصيل. صباح النور، مرحبا بك أنس. عسلامة جيهان، صباح الخير ولطف عليك، إن شاء الله لاباس. عايشك، عايشة أختي، فرحك. أنت وين موجودة أنس توا؟ لأنه الحادث خطير، تلقيت العلاج اللازم، شنو اللي صار معك؟ باهي، عفيت وقت البارح في الليل مروحة، مروحة معناتها ماشية من المرسى زن المطار، ماشية المنار و في الرومبوان تاع وين مطار الحجاج. أو فيت سورتي معناتها خديت البوا نتاعي اللي هي على اليسار وسورتي من الرومبوا ديريكتومون، معناتها دوم ما خرجت وفما ان تي فيراج لقى اون باريير قدامي. لا باريير اللي ريفليشيسونت هي راهو ما تشوفهاش على خاطرها في رومبوا فيراج. فوالا، و اون ميم تان شفت كي سكروا البوا باغ اكزومبل، هما حبوا يسكروا فيها هذيك، معناتها سكروها بالباريير دون فاسون حطوها مش بالطولة كاللي تمشي وتضيق البوا هذيك، معناتها حطوها دون فاسون لاتيرال كاللي تسكر الجملة واحدة، معناتها يعني تتفاجئ بها كي تجي تاخذ دورة الرومبوا تلقى قدامك حاجز. بنتي ترجع تحاشي له جيمي اوتوماتيكمون، معناتها عندك حاجز قدامك. عملت ان كود فولون ا دروات، يا في اون اوتر فواتور ا ما دروات، دونك زمرت وكل رجعت، عرفتك اللي انا هربت هكا على البغيغ ورجعت على اليسار. مي في المومون هذيك كي ريت الكرهبة زادة انا جي اكسيليري نبغى الكرهبة زادة، اي دونك في الاكسيليراسيون هذيك نرجع على اليسار، نزيد نعاود ناقل البغيغ، نعاود نضرب كود فولون على اليمين، ناقل كرهبة اخرى دخلت حاشيلي باش نبعد على الكرهبة في كل شيء. الكرهبة طارت بيا تاعي، نو طارت طارت، معناتها فما حتى فوزي، معناتها غاديك مشيت فوق، معناتها ودخلت حسيت وغمضت عينيا في اللحظة هذيك، معناتها سيبا نرى في حاجة داخلة في حاجة، و جو بوفي بلو كونترولي لا فواتور ني ريان دو تو. سيسكي معناتها هذيك اللي سالي لا باريير بالحق معناتها بلاصتها مفاجأة. اي دايوغ حتى انا جابي ميشيان افيك موا في الكرهبه، ما حبيتش نمشي حتى بلاصه كما يجي شكون يهز كليبي معناتها من الكرهبه. الكرهبه خليني نبدا، سيارتك شنو الاضرار اللي تخلفت وبعد نحب نطمن على صحتك انت؟ لا الكرهبه، الكرهبه تلف فيها كاع، ما انت باش تمشي ما تعميش، معناتها العجل تعرشكو تفلقو، ما فما حتى شيء جنسي خرج منها دخان وكل من قدام الغادياتور الموتور كل شيء، معناتها تنبعث الفيديو ولا ما مشيت الكرهبة، مشيت. وبالنسبة لك انت أنس، خاطر حادث حسب ما تحكينا وحسب ما توصفنا ماهوش حادث بسيط، هذية الكرهبة بخاتيك ما تفشخت كما نقولوا احنا،
انت وانا قاعده نشوف في الصور على اي اف ام تي في اكسيدون مورتيل، دونك شنو يصار لك انت انس والاسعافات اللي تلقيتهم؟ انا نتسمى باللطف، انا حتى سانتور دو سيكوريتي نتاعي الكل ونتسمى بالحق، راني نتذكر شنو اللي صار، نحس في روحي خرجت منها كشعره من العجين. الحمد لله. عندي 3 كوت كاسي، الحمد لله الحمد لله يا ربي بالحق خرجت، مانيش مصدقه معناتها راهو زين اللي صارت. قلت لك في الاخر غمضت عينيا نتاع سي بون، معناتها عارفه روحي سيء سيء، معناتها باش تتفرقع بيا الكهرباء ولا افيك لافيتيس وكل شيء، دخلت بعدي على الاخر وسيء معناتها. جاي 3 كود كاشي، عندي لوكساسيون في ساقي اليسار، وعندي وضربت بوجهي على البولون العظمه اللي تحت العين هذيك مكسره. من الاول خرجت خرج لي دم زاد من عيني برشا، معناتها دم من عيني وما خرجش، ما يخرج من الاول ما تشوفش بها عيني جمله، مي البارح صافا رجعت نشوف فيها. حسنت شويه. انت ما زلت تتلقى في العلاج انس ولا روحت لدارك؟ اي ما زلت ليلى ما زلت في السبيتار تاع مونجي سليم المرشا. اونتخ تان انا في الاورجونس البارح قلت البارح في الاورجونس فما مرا جاتني قالت لي فما ان كوبل هاكا زاد عملوا ان اكسيدون يكرهب القلب تبعهم، قلت لهم اللطف من الحكايه هذه، قالوا لي راه في رامبوان المطار معناتها في نفس البلاصه. نفس البلاصه انت والكوبل هذايا وسبعه حوادث صارت في نفس النهار. يمكن اللي يسمع فينا انس يقول بوتيتخ المشكله منك انت ما عرفتش تتصرف في وضعيه كيما هكا، ولكن لا انا اكزاكتومون انا علاش جي بارلي وهبت ستاتيو فيسبوك اون فيت كون جي فيو العدد نتاع الحوادث اكزاكتومون اي مون امي اللي خليته مفتح الكهرباء خليته مفتح اون فيت وين الكلامي قال لي انس راه فما مينيموم فما 7 بيرسون ايزون ديرابي من لا روت، خليت لهم فتح باش يجيو الغوموركاج وكل. انا مشيت مع الحمايه تو اون اورجونس، دونك قعد هو في يستنى في الحمايه وميم طون عطيتو كليبي باش يهزوا معاه وكل. دونك وجوده هذاك خلاه يحضر على 6 7 اكسيدونات على الاقل. 7 بيرسون عملوا ايسون ديرابي، فما اللي دخل في البارير كاريمون وفما اللي زون ديرابي وخرجوا من الغوت، وفما اللي ضرب في صاحبه معناتها كل معناتها كوم لي زوتو طومبونوز في نفس البلاصه. وبالنسبه للكوبل انا تكلمت خاطر بالنسبه للكوبل اللي خلطوا عليك في نفس المستشفى، المستشفى عملوا حادث في نفس البلاصه، عندك فكره على حالتهم الصحيه؟ هما راحوا لاباس معناتها الكهرباء تقلبت بهم وراحوا ليلتها ان في ريان معناتها الكل. فما واحد اخر زاد كيف كيف الكهرباء ديرابيت بيه، ما عنده حتى ضلعه صحيحه في بدنه. لطفي ربي ربي يشفيه. كسر بدنه الكل معناتها كسر، زاد نفس البلاصه معناتها اللي تي دون زان ايتا لطفو برا معناتها الكل. يعني تفاجئتوا بالاشغال هذوما على غفله، مكان البغيير مكان اكثر واكثر ما فماش يم خير على خير. انا صارت لي بين 8 ونص 9 نتاع الليل الوقت الاكسيدون، احنا في شتاء دونك الدنيا ظلام فوالا، وفجأة تلقى بارير معناتها هكا بالعرض معناتها محطوطة قدامك وفي فيراج معناتها لا بيرسون اللي حطها يا اخي فما مينيموم، راهو انا جو سي كو فما مينيموم نتاع كالكول لي فيراج وين تتحط، فما نتاع ديستانس، فما ديزونغ المعينين يتشوف فهمتني. دونك حبوا يصلحوا يا انس، حبوا يقوموا باشغال، ولكن النتيجه كانت كارثيه خاطر راهو سبع حوادث في نفس النهار والاضرار مختلفه، وفما شكون الوضعيه نتاعو اصعب برشا من الوضعيه نتاع انس. ما نعرفش انا شنو اللي صار توا في الغون بوان هذايا، اسكو تفطنوا صلحوا الخلل هذايا اللي موجود، سكر كيس جمله واحده ولا انقذ ارواح الناس بطريقه اخرى؟ ما عندي حتى فكره خاطر مازلت في السبيتار انا ديجا عايشك عايشك معناتها ما عنديش نوى اللي صاير غادي جمله معناتها ديجا بالحق جيتي معناتها اليوم سافا اليوم الحمد لله، البارح جاري ميم با بارلي معناتها ان شاء الله نطمن على صحتك. بالنسبه لل انت هبت بوست على حكيت على المكان هذا بالذات على الحوادث الكبيره اللي صارت، حاولت يمكن تفايق الناس اللي تستعمل نفس الطريق هذايا، شوفوا شنو يستنى فيكم باش تحاولوا تتفاداو الحوادث اللي صارت. انا هذيك دي زامي امان كلموا هبت وقولوا ردوا بالكم ردوا بالكم، سيرتو كي كلمني وقال لي راهو جوست بعدك انت مينيموم معناتها تقريبا 6 بيرسون يمكن حتى اكثر العدد هذايا اللي توصلت له انت واللي عرفناها احنا اللي هما سبعه.
سيتي انسانتي معناتها العبيد باش تستعمل الطريق هذيك سورتو الماشين يخرجوا ويسروا ويتعشوا لبرا وكل شيء معناتها وبلاش ضوء الكياس سي انكرويابل فرانشمون معناتها سورتو كياس المطار انس سامحني فما شكون تفاعل معاك فما ناس اتصلوا بيك قالوا لك صحيح رانا عملنا اكسيدون في المكان هذيك شنو كانت التفاعلات اللي وصلت لك لا لا في لحظه انا علاش هبطت البارح اون فيت سي بور كونتاكتي كان فما اي عبد معناتها جو في انا تيلو او تيموان كان فما اي عبد صارت له حاجة في البلاصة هذيك على يميت هذيك كوم كونتاكت معناتها شو ان تران دو شيرشي لي بيرسون اللي زاد صارت لهم حاجة معناتها كو سوسوا مينور ولا الله لا يقدر معناتها حاجة كبيرة كوا واضح أنس اللطف عليك إن شاء الله لاباس أنت وبقيت المتضررين من الحوادث اللي صارت كما قلنا في وقت وجيز في ليلة واحدة في غون بوان مطار الحجيج في الليل البغيير هذية اللي فاجأت أنس خليتها تعمل كارثة هي تو مازلت في المستشفى مازلت تعالج وفما غيرها برشا ناس توجدوا في نفس المستشفى معاهم الحادث في نفس المكان زيدا ماذا بينا احنا حابين نوصلوا صوت أنس باش اللي يسمع فينا هكا اللي ما في بالوش بالحواجز هذية هكا يسمعنا وكيف كيف زيدا الجهة معنية أو المسؤولة ماذا بينا تصلحوا الخلل في المكان هذي نعرف أنه النية طيبة وإنكم تعملوا دي تخافوه لكن كانت النتيجة كارثية دونك ماذا بينا تراجعوا مكان الحاجز هذي وحتى في المرات الجاية نقرأوا حساب الناس اللي ما تعرفش فما دي تخافوه وتنجم تتفاجئ بهذي خاصة مشكلة الإنارة مفهميش نحكيه راه مش على منطقة داخلية ولا بلاصة أخرى نحكيه على تونس العاصمة ونحكيه على مطار قرطاج نحكيه على مطار الحجيج يعني منطقة سيادة وما فيهش ضوء في الكياس مالوغوزمون هذي شنو ينجم يخلق حوادث وخسائر بشرية اللطف عليهم الناس الكل إن شاء الله ربي يشفيهم احنا مازلنا مواصلين معاكم مع بقية أخباركم انتوما نرجعوا بعد شوية نكونوا موجودين في باردو طفلة صغيرة تتعرض لمعاملة سيئة وقاسية والمشكل انه من طرف والدتها الموضوع هذا نرجع له بعد شوية بأكثر تفاصيل على غاديو لحديش و46 دقيقة على إيافم أحلى غاديو صباح الخير من جديد مرحبا بكم مستمعين وين ما كنتم موجودين احنا معاكم في مع الناس في برنامجكم انتوما وأخباركم انتوما أخبار المواطنين والشارع التونسي وين ما كنتم موجودين كلمون على 58 550 707 نحاولوا نكونوا قرب منكم ومن أخباركم هذيك علاش نطلبوا منكم تكونوا موجودين معنا وتبلغونا بجديدكم حاليا باش نقعدوا في العاصمة ونمشيوا الباردو مواطن يطلق نداء استغاثة وين نحب نشكره لأنه الموضوع ما يهموش شخصيا ولكن الوضعية اللي شايفها وضعية حرجة وتستحق التدخل نداء الاستغاثة هذية بخصوص طفلة صغيرة يقول إنها تتعرض لمعاملة قاسية ولا أخلاقية من طرف أمها اللي على ما يبدو إنها مضطربة عقليا وإلا سلوكها انحرافي وهذا اللي خلى الطفلة الصغيرة تعيش في خطر وطلب المواطن هذا إنه يتم إنقاذها في أقرب وقت من طرف على الأقل مندوبية حماية الطفولة وزارة المرأة وهو اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل عن الوضع الخطير والمعاملة الأخطر اللي تتعرض لها الطفلة هذه مهدي مباشرة من باردو صباح النور مرحبا على إي إف إم صباح الخير أسلامة أهلا وسهلا بالنسبة للناس اللي يسمعوا في إي إف إم مرحبا بك مهدي كل ما يكون الموضوع عنده علاقة بالأطفال الكلنا الحقيقة يلزمنا نتجندوا باش نحاولوا نحميوهم ولو أحيانا يكون أسلم وقت اللي ما يكونوش مع والديهم احنا ما نعرفوش الوضع بالتفصيل انت باش تعطينا عليه فكرة ولكن إذا والدتها عاجزة أو عندها مرض يمنحها أو اضطراب عقلي أو نفسي يمنحها من أنها تلهي بها كما يلزم فلازم التدخل وين نشكرك أنك أثرت الموضوع هذية نسمع منك تفاصيل المشكلة هو أنه عندي برشة ديجا أنا نتعدى من باردو نسكن في باردو فماش ما نصورش حد كان يسكنش باردو ما يعرفش المرأة والطفلة هذه تسمع فيا نسمع فيك الحاصل أنه آخر مرة ديجا تعرف أنتم البرد متاع الجمعة اللي فات تعرف تقصي تعدينا به فهمتني أنا رأوا ديما يعرضوني معناها الحاجات هكا والحق معناها أول مرة يعني كي هبات حكيت خاطر الحق الحاجة اللي ريتها انه بالحق خيط 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 غاب وين يعيشوا الام وبنتها مهدي والله ما نعرف يعني ان الحق اللي دي مرام في الشارع يعيشوا في الشارع دي مرام يعني في الشارع معناها الموقف انا اللي ريته وقتا يعني انا وقفت باش نشري يعني والراب المراه كيفاش تحكي معناتها كيكة قدام طفله صغيره يعني حاجه اقسم بالله معناها لا تنجم انت تصورها ولا نجم حتى حد يصورها معناها بشاعه الصوره وبشاعه المنظر هذيك فهمتني وطفلة صغيرة يعني تبكي في البرد هذاك أنا ديجا في الكهرباء في الكهرباء يعني قرصين فما بالك في طفلة صغيرة يعني هكاكة معناها قديش عمرها مهدي تقريبا البنوتة يعني طفلة من طاعة عمرها في الـ في الـ في 12 سنة 11 سنة يعني هاكم ريتوا ديجا أنتم من التصويرة كي ريتوا من التصويرة تعرفوا يعني طفلة ذيك قديش يكون عمرها ماكس يعني تسمع في أمور جنسية تحكي فيها أمها
فهمتي كيفاش كانت تتعامل فيها المرأة قبل والطفلة هكاك تسمع وتبكي يعني حاجة ما تنجم تكون كانك وما تنجم تكون لا تقول لي انتخابات ولا تقول لي حتى شيء نورمالمون طفلة هكا صغيرة يتم انقاذها على الأقل يعني هذيك علاش احنا حابين نواصلوا معاك انت الصورة مهدي بالنسبة لولدتها خليني نزيد نسمع معك تفاصيل توصلوا للمطلوب بالنسبة لولدتها هل تعاني من اضطرابات المرأة هذيا؟ أكيد نتصور انا واحد من الناس يعني ما تنجمش تكون ما تعانيش من الاضطرابات يعني وهي حسب السلوك اللي شفته انت فما امكانيه انها تعاني انا واحد من الناس نتصور انه المراه تتعاطى نحكي لك حاجه ما قلت لكش انه المراه هذه وصلت معناها انها حد بشا في الكياس معناها حسب اللي سمعته انا وصلت هي انها حد بشا في الكياس هذه من روايات الناس اللي تعرفها في باردو هذه من العباد اللي يعرفوها اي صحيح من اصحابي انا اللي قريتها انا ما قلتش لاصحابي واللي انا هبطت معناها فهمتني انا ما قلتش يعني انا الروايات اللي وصلت لك بعد ما حكيت على المراه هذيك وصلت معناها دوما انا حكيت فيه الموضوع وريتهم بوبليكاسيون على اساس مش انا وريتهم اللي هي مابسيها في فيسبوك اصحابي تقول لي معناها ديجا المراه هذه ديجا عرضت روحها يعرفوها يعني في باردو احنا الحقيقه مانيش باش ندخلوا في عرض الناس او غيره يمكن المراه هذيا عندها وضع صحي او عقلي او نفسي يلزم يتلهوا بها هي زيده مشكل بنتها ولكن مش سليم انه الطفله تكون موجوده في وضع كيما هكا انت قلت لي نهبت نشري والدنيا بارده وينا في الكهرباء فمن بالك الطفله هذيا اللي تبكي من البرد في الشارع وهذيا وحده اختار كبير جست ما انت قلت لي فما موضوع جنسي تحكي فيه الام مع بنتها هل في مواضيع جنسيه معناها ديجا مع بنتها أو مع ناس أخرين المرأة واقفة بجنبها طفلة صغيرة ومعها راجل ديجا ما تعرفوش لقات وقتها هي معناها في المطبخ معناها هي ديجا وقفت باش تاخذ دخان يعني وتعرف البنت باش تشد لها باكو الدخان وتحكي مع الراجل على حاجات أخرين يعني أنا أنت وتاع واحد هو وتاع ما نجمش يحكيهم معناها فما بالك طفلة صغيرة باش تسمع كيكة شيء هذاك وتبكي فهمتني حاجة يعني ما نجموش أصلا معناها نزيدو نقدمو في البلاد ولا هما دابا ما عندنا بلاد صغار أكيد الطفلة هذي لا تقرأ لا تمشي المدارس في النهار تشوفوها مهدي نحب نتأكد من معلومة أنهم يعيشوا في الشارع خاطر هكا حسب التقريب شنو يقولوا المواطنين والمنسكنين في باردو أنها نورمالمون تعيش في الشارع الطفلة هذي في الشتاء في البرد سمعني كان تعيش في دار ولا حاجة ما راهو بالرغم يعني بتتلقى في معاملة معناها شنو هي الفرق أنها باش تكون في دار ولا باش تكون في الشارع هذي نقطة من نقاط مهدي فهمتي ما فما حتى فرق وهي كان باش تكون في دار وتعيش مع امها بالطريقه هذه راهو ما فما حتى فرق لا دار ولا شارع راهو كل شيء كيف يعني اذا كان ما ننقلوش طفله اذا كان طفله غدوه ما تصبحش تقرا ولا تمشي ترجع تقرا كيما صغيره او ترقد في الليل في فرشه دافيه متعشيه راهو ما عملناش هكاك راهو لا تقول لي لا دار ولا تقول لي لا شارع ولا حتى شيء مهدي يعني. نحب نخليك انت توصل النداء نتاعك بما انك انت قمت بنداء الاستغاثه هذيا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الوضعية الحرجه اللي تعاني منها الطفله هذيا بنت 13 سنه تقريبا في باردو من وضع سيء الحقيقه مش محيط سليم تنجم تعيش فيه طفله دونك باش نخلي لك انت تقدم نداء الاستغاثه نتاعك للجهات اللي نجم نقول انه كل في مقدور نجم يعاون ما نعرفش شكون مندوب طفوله وزاره المراه اي حد معناه نجم يعاون للطفله هذه خلينا نعاونه مندوب الطفوله وزاره المراه واي حد اي حد نجم يعاون الطفله هذه خلينا نعاونها ونقفولها شكرا لك مهدي يعطيك الصحه على التدخل نتاعك مش اذا ممكن نحن نطلبوا اكيد بلطف الموضوع هذا التدخل ولكن هي بنيه تونسيه مواطنه تونسيه من حقها انه يتلهوا بها في بلادها ان شاء الله لفته هذه تكون منك انت باش على الاقل الطفله تلقى الرعايه اللازمه السلطه المعنيه بالموضوع هذايا ماذا بينا تدخل سريع منكم انتوما باش تنقذوا الفتاه هذيا البنوت هذيا الطفله اللي عمرها ما يتزوج 13 سنه اللي تعيش في الشارع الصوره الحقيقه موجوده على اف ام تي في خبينا اكيد وبطبيعه الحال الوجوه هذيا التصويره اللي كانت نشرت ودارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي ان شاء الله نسمع اخبار مفرحه وان شاء الله تنقذوا البنوته هذيا ونسمع عليها اخبار طيبه من حقها تقرا ومن حقها تعالج ومن حقها تاكل وتتدفى وترقد ومن حقها تكون في محيط سليم وهذيا اللي أهم من كل شيء أنا نشكر المواطنين اللي قاعدين يساهموا ويتفاعلوا في أنه نوصلوا كل الأخبار ومشاغل الناس ولو أنه مهدي ما يهموش الموضوع ولكن ما نجموش قدام وضعية حرجة الطفلة الصغيرة ما نتكلموش هذيك علاش الموضوع عطيناه كل الأهمية اليوم وباش نتبعوه معاكم وإن شاء الله إن شاء الله يتم إنقاذها يا ربي احنا مازلنا مواصلين معاكم في مع الناس نطلب منكم تكلمونا على 58 707 باش توصلوا كل اخباركم ومشاغلكم وفي الختام باش نرجع بكم الموضوع في اطار حق الرد
من جديد احنا موجودين في دوار هيشر مع حق الرد في خصوص رواية العائلة اللي قالت انها تعرضت لهجوم بسلاح ابيض وتعيش تحت التهديد بعد ما كسروا لهم باللار الكهرباء بسبب خلاف على موضوع عقاري في نفس النهج بين زوج جيران. الطرف الثاني في القضية يخذ حقه للتوضيح وتفاصيل اخرى. معنا والد المشتبه فيه سي محجوب الهذيلي. صباح نور، مرحبا على اي اف ام. سي محجوب معنا، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي محجوب. من غير ما نعاود نذكروا باللي تذكر في الروايه الاولى، دونك انت في اطار حق الرد، الكلمه ليك سي محجوب، تفضل. باهي، انا بالنسبه للجار البنية هذه هي ابوها وامها. انا عندي اضطراب فمي، ترين ونص ورانا بطحه قاعده مسيبه. اي هو السيد هذا غار فيها معناها من غير حتى شيء، غار فيها وخذي يجي 200 متر. انا عندي ورا الدار البطحه نصيب يجوف العشيه، كل عشيه سكاره ويسكروا تحت الحيط. اي خلطت، انا عملت لوحات وشديتهم بخيوط بس هم يلدوا ما عادوش يسكروا لي تحت الحيط. هذا حقك، واضح ما ينجم يفكوا لك حتى حد. اي يعطيك الصحه. على حطيت الى اللوحات وضمك، جي هو مشي اسكابي للبلدية. اي جاوني البلدية المرة الاولى قالوا لي اسمين له، قلت لها برأي هاي الصورة فيها، وراني انا بالنسبة للهضومة راني انا عامل من لوحات بس حزوية حتى عسكرة بس ما عادوا شو قعدوا لي تحت الحيط. واضحة لهني. اي انا هو ممكن تفضيت مشكلتي مع البلدية في العشية، قال لهم تقعدوا عندي يا جوز، عندي خدمه في الدار الداخل، هبطت لي زور من تالي في ورا الدار من تالي، وحال باب بطبيعتي من تالي باش ندخل عليه السلعه. على يديك هي مساعده، مساوي كيف للبلدي، راجع البلدي كيف. توا نمشيو للاعتداء. به الاعتداء سي محجوب صار على العائله هذيا على دارهم. الاعتداء خل نفهم كلامي شنو اللي صار بالضبط وقت جابهم عوان الطراطيب. اي انا كي جا عوان الطراطيب قال افتح العود وضم، قلت له نحيه من العود الحاط وضم نحيه، ما عنديش حتى مشكل، ما عنديش اسكالي فيه، انا راني حاير فيه على جنب بس ما عنديش تسكروني هنا ورا الدار. واضح فهمنا الصوره سي محجوب. توا نمشيو للاعتداء اللي صار على دار العائله. اي قلت لهم انت بتو جايين على جنة لوحات عملتها، انت ما شفتوش الحيط المبني هذاك فيه 200 متر، وانت ما شفتوش الزرايب الاخرين المعمولين ودونك. قالوا لي يا اخويا ما فما نجيش كي بيهم. وين التراتيب مشاو؟ اي وخرجت لي المراه هذه هي وبنتها، راجلها الحق مش معاها نهارتها. اي وبداوا يسبوا فيا من معناها من يقولوا احنا باللغه الدارجه من الحزام وردوا. بنتها، عندي بنتي متوفية يمكن عندها 7 شهور تو. إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها، ربي يصبركم عليها. معناها قلبها قلبي. إن شاء الله ربي يرحمها. أي بالنسبة للاعتداء سي محجوب، هل اعتديتوا على منزل السيدة هذيا؟ هي أو توصل للاعتداء. هي كي سبت البنية بنتي وسبت البنات الآخرين، صرخوا. أي خوهم هو على السبي، أنت على السبي فيها أنت حنان، هذا على السبي. الكبير أنت تو أنت وسكنتك أنت وبابا على السبي فيها. صارت المشكل هذه، تقول هي اللي كونها هي اعتذر عليه وتقول لي نحن في خاب، لا احنا ما لازم نخاف، مقابلتنا المعتمدين فما 150 متر بيناتنا نحن والمعتمدين. والناس الكل تتفرج. اي والناس الكل تتفرج، هم كراجات، هاي عباد الدور، هاي يتفرج كل راس العركه، اذا كانت تجيب لي اي انسان يقول راه اعتدى عليها وراه كسرها الكهرباء، انا حاضر اللي باش يصير، انا حاضر متقدم. واضح سي محجوب، يعطيك الصحه. واذا كان في اطار حق الرد نشكرك برشا على التدخل نتاعك، مرحبا بكم بمشاغلكم اهتماماتكم وحتى التوضيحات، زاد اللي ما تعجبوش حويجات عدت معنا نجم يتدخل ويوضح لنا صوره كامله. يعطيك الصحه سي محجوب، شكرا اللي كنتوا معنا في الاستماع، احنا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت. اسامه صافي في الاعداد، نور في الاخراج، ايمان على اي اف ام تي في، مرحبا بك، بون غوتور، اهلا وسهلا خوخه. اهلا شحويلك، صباح قدنيك جمعتين، يعيشك يعيشك لأسباب مهنية بحتة. فيزا قامت بالواجب ولكن خليت بلايستك. شكرا فيزا، شكرا لكل فريقها، نرجعنا توا دايوغ 90 دقيقة تتواصل ما تبدل شيء اونتخ تون، خاطر انا زادة قاعدة نتبع في اللي صاير الكل. اليوم عودة على الانتخابات والظروف اللي صارت فيها الانتخابات التشريعية، ماناش باش نحكيو على التسريبات حول النتائج ولا بدايتها، لأنه اليوم ليزي باش تعمل ندوة صحفية 6 نتاع العشية وغدوة نحكيو بالكدا على النتائج، شكون طاح شكون طلع إلى غير ذلك. ضيفنا باش يكون رئيس حزب الائتلاف
الوطني التونسي نجي جلول نحكيه أكثر سياسة على المبادرة اللي متقدمة من قبل الثلاثي أو الرباعي. مرسي بوكو جيهان أتو تسويت يعطيك صحة أخوخة. نسمعكم بعد شوية في 90 دقيقة. أنت وبقيت الفريق شكرا لكم على الاستماع. كنت معكم جيهان بن عبدالله، نقولكم تشاو تشاو في لمين ومرحبا جيجي، أهلا وسهلا.